السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نتكلم عن مميزات مضخة المياه سكالا 2. مضخة المياه سكالا 2 مضخة فريدة بمميزاتها. أولاً، لديها قدرة تحمل عالية ضد الأتربة والأمطار. ثانياً، مصنوعة من مواد عالية الكفاءة تجعلها خفيفة الوزن ومقاومة للصدأ. ثالثاً، مقاومتها للحرارة بحيث تتحمل درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، ودرجة حرارة المياه تصل إلى 45 درجة مئوية. رابعاً، تقنية VFD والتي تتيح توفر ضغط مثالي وثابت بحد أقصى 8 مخارج وارتفاع 3 أدوار، والتي تساهم أيضاً في توفير استهلاك المياه والكهرباء بنسب تتراوح من 50 إلى 80% وزيادة العمر الافتراضي للمضخة. خامساً، ثنائية التردد، فهي تعمل على ترددين 50 هيرتز و 60 هيرتز، فهي مناسبة للعمل في جميع دول العالم. سادساً، الهدوء، مستوى الضجيج لمضخة سكالا 2 هو 47 ديسيبل، وهو الأقل مقارنة بجميع أنواع المضخات. وللتوضيح، صوت مضخة سكالا 2 مساوي أو أقل من صوت مكالمة هاتفية. باختصار، مضخة سكالا 2 راح تخليك تساهم في الحفاظ على البيئة سواء بتوفير المياه أو الكهرباء.